سيء شوية. سلام، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جينا بفلوج جديد. طبعا انا احتريت من عدنان وشي سوى حركات، سوى فيديو التيك توك هاكس الاكل، فانا عجبتني الفكره بس انا طلعت لي اكلات ثانيه زين، وبخليهم كلهم يذقون وياي والله يستر من الاكلات. ما ادري عاد تضبط ولا ما تضبط، بس قبل لا نكمل الفلوج لا تنسون تعطونا لايك وشير وسبسكرايب، تكتبون كومنت حلو تحت شي نفسكم عشان اعطيكم قلوب. اوكي خلي اوريكم انا شو سويت. سويت لهم شيء عجيب، شوفوا. سويت لهم هاي الطاوله، سميتها ركن التجارب. هني انا حطيت لهم اغراض وكذي، طبعا اي شيء محتاجه حق التحدي راح نرد مره ثانيه يعني بالاغراض عشان اسرع فيها. هاي هلا هلا جاهزين؟ شنو لما نخليكم نفس ما سويتوا حق بابا قناته، قناتكم اكلات التيك توك، ابي تسوون معي اكلات التيك توك. روحي ما راح نسوي. يلا يلا نام خلنام يلا يا قوم نتغشمر يلا. كاتشب لا ما في عيش وكاتشب. لا تعقدوا من العيش وكاتشب. هذا العيش الكاتشب بهذلهم كل شيء. انا بسألك سؤال امانه، اول تجربتين مو حلوين كانوا؟ مو عجيبين؟ إيه. تجربة واحدة اللي كانت مو حلوة، بس اعتقد ان بشاير مسويت لنا تجارب كلها مو حلوة. عمالك تقول كلها. بوبو انحاش. يلا بوبو تعال يلا. يلا شنو تجاربك؟ يلا الحين بوريكم اول تجربة. يلا. الحين بوريكم اول تجربة الله يستر. افا. افوكادو. اي. طبعا من يحب الافوكادو؟ انا. راح نسوي كذي. سلام. بيض؟ ايه الله شنو هذا الجهاز؟ اير فراير يحرر يعني؟ يطبخ. اوكي شنو هذا؟ هذا بقسماط مع بهارات شوي نحطه مع الافوكادو يصير كنا بطاط شيبس، عرفت؟ ايه بس كنا قاعد ناكل بطاط. ايه بس بطاط الافوكادو. عرفت؟ اتوقع يستوي بسرعه يعني 5 دقائق يستوي. ايوه يلا جاهزين؟ جاهزين 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 جاهزين. هذا مو جاهز، هذا ليله هنا كاتشب وعيش. يلا يلا تعالوا خلينا نسوي بسرعه. يلا تعالوا سووا يلا. بوبو بطل التشيز حقي كذي، بطله وامسكه، امسك التشيز. ايوه لا بس ما بيلزق. امسك البيض، لا تهدي التشيز. ايوه خلي الحين عادل يسوي كذي بالبيض. يلا فقص البيض. فقص البيض. بوبو سوي عادل يلا. ايوه اي كذي كذي. ايوه الله. بيض مع افوكادو. لا شوف يحطون البيض عشان البقسماط يمسك، عرفت؟ ها؟ كذي. بعدين حط الافوكادو. خلينا امسك التشيز انت تطق. شوي الافوكادو عشان هي. ايوه شوي سكر التشيز. اي اخلطه شوي. هل البقسماط؟ شوي هي وايد حطت اشياء بالفيديو، انا ما عندي كل شيء. ها يعني انت مو حاطه كل شيء؟ لا ما عندي كل شيء. اوكي فلفل. هذا شنو هذا؟ فلفل اسود. انا مره اكل الاسود ريحه. ايه هذا بصل بودر. اوكي انا ما اكل. الله يا عادل وبوبو بتاكلون شيء. انا ما اكل هذا، انا في فلفل اسود.
عادي الفلفل الاسود مو حار. الفلفل الاسود هذا مو نفس الفلفل الاسود الحار، هذا شيء ثاني. بس خلصهم مصاب بالبودر الريحه. بس شلون باكلانه فكري ما حاول. اوكي ايه يلا الحين نحط الافوكادو داخل هني. يلا ايوه. اذا الاكله حلوه كل يوم لازم اسويها. لا بابا اذا يعرف يسوي افوكادو وفي على طول على طول ايه يسوي بطاطا افوكادو. ايوه تمام تمام. يلا جاهز؟ جاهز. افتح هذا الحين نحط واحده واحده. انا بحطه. حط يلا بوبو حط كله. لا واحده واحده. ما في ما في واحده واحده. ايوه والله شكله صار عدل كذي. اي بقسمات. ها؟ اي يا بقسمات صار افوكادو بالبقسمات. اوكي ايش ما تسوون تجرب بيض طماط؟ بيض طماط؟ رايحة بيض طماط مو غريب، راح نحطه خمس دقايق ونخليه كذي. ايوه 5 minutes later. يلا خلص؟ اي بابا حار حار حار. لا تحطون يدكم وايد مثل دياجي. ايه هذا بطاط عادل. احترقتي؟ هذا بطاط مو دياجي. بابا راح يذوق اول. انا احس انه وايد حلو وايد. انا احس انه وايد. يلا نجرب؟ يلا. نبي له بعد طبخ؟ يصير بارد لازم شوية خليه برد. ايه طعمة زين مو خايس ولا واو بس زين. الحين هي طعمة عادي حلو حلو. ايه ناكل حلو بس مو واو. يلا ذوق ذوق هذي عادي ذوق صغيرة. لا ذوق صغيرة هذي بعد مالك. هاك هذه صغيرة. شو الأخضر هذا؟ بس درباك حار. أبو قادو حار. حلو. حلو. أنا شفته هناك لأن ريحته خايفة. وايد خايف. وايد خايف. روح قطة روح. روح قطة روح. أنا خايف أنا ما لا تاكل. اهم شيء انا اكلها. تجربه كم تعطينها؟ صفر من عشرة. انا اعطيها نص من عشرة. انا اعطيها بوبو كم؟ صفر من صفر. عادل انا اقول لكم تحت الصفر ماينس. صراحه مو شيء يعني هذه التجربه فاشله مو شيء مو شيء. لا تجربونها. يلا شوفوا شيء ثاني بجرب. خلينا نجرب شيء ثاني. يلا. يلا الحين بوريهم تجربه ثانيه. الله يستر الله يستر من تجربك. تبون نستوى الافوكادو؟ لا يمكن. تبون؟ لا لا ما نبي. شوفوا هذا اوريو. ايه كلو اوريو داخل عصير برتقال. ايه اوريو تغمسه بعصير برتقال تاكله. اتوقع يلا 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 ها يلا يلا شيء عادي شيء عادي يعني ما في كذي. ايه يلا يلا شيء عادي شيء عادي شيء عادي. يلا 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 رن رن يلا انت ويا عادل وانا ويا ما تضرب بس هذا واحد كلنا كلنا كافي كافي. يلا في اربعه على عددنا. يلا بوبو خذ واحده. وشي انا شي انا كل مره انتو ليش؟ يلا اي واحد هذا ولا نفس الشيء. كوفي حار زين يعني ما لا زين مو سيء شوية ترى زين مو حلو زين ترى. اي مو حلو صح بوبو حلو شوف كذا نص. انا احب كاكاو مع برتقال.
ليش تجاربك كلها مو حلوة؟ كل تجاربها مو حلوة. بعد هم مجربين يعني ما اشتراني حلوة ولا مو حلوة. أنا أعطيه ماينس واحد من عشرة. أنا أعطيه مليون تحت الصفر من عشرة. مليون تحت الصفر. أنا أعطيه 5 ملايين. تحت الصفر؟ لا. يعني حلو. حلو؟ إيه. يلا أكل عيل لحظة أكل. حطه كله. كله يلا. كله. أنا أعطيه تقريبا 5 من 10 لأن أنا أصلا أحب كاكاو مع برتقال، أنا أحب كذي، فهذا يعني الطعم زين مو سيء وايد مثل ما هم يوصفونه، هذا الناس ذواقة بس كذي ياكلون. لا تسوونه مو حلو. بأخر أنا الأوري عشان أشربه يعني. أشرب ما راح يكون فيه لأن هو وايد برتقال. حلو عصير برتقال؟ بروحه. عصير برتقال بروحه حلو. حلو. 20 مليون من 10. يلا آخر تجربة بالفيديو. أنت عندك تجربة؟ إيه. بس عاد لازم تكون تجربة حلوة هالمرة. يعني. ما صار كلها خايسة. الله يستر. هي حظها كذي كلها منقية تجارب مو حلوة. شو نسوي بعد هذا الموجود اللي لقيته بتيك توك؟ يلا تعال. يلا. الحين احنا هذا ربط التجارب ما خلصنا منه، باقي اخر تجربة. شنو اخر تجربة؟ شوفونا بسم الله. بطاط شيتوس مكسرة. ايه. شنو هذا مخلل؟ مخلل؟ لا. ما راكله. بوبو تحب انت خيار مخلل؟ مخلل خيار بس ما راح اكل لان في فلفل. شويه فلفل. فلفل شويه. نجرب نجرب. يلا يلا نحطه كذي. يلا يلا فوق. نفس الكبابه. هي اعطتها 5 من 10. اعطتها 5 من 10. ايه يلا خلينا نشوف احنا كم نعطيها. يلا خلينا نشوف. بذوق المخلل. ذوق المخلل مع تشيتوس ولا قبل تشيتوس؟ قبل تشيتوس. قبل تشيتوس. ايه قصوص. هاي مقصوصه. يلا ذوقها. هذا وايد كبير. ذوقها حامض. مخلل بروحه عجيب. يلا انا حتى قلت شنو الحين راح نحط هذا طعم خيار لان هو خيار. ايوه يلا سكره. صراحه المخلل بروحه حلو. يلا يلا. يدينش خفيفة انت. لا تطق ايدي. خاف يطق ايدي. يلا سوي بس لا تطق ايدي دير بالك. خل بوبو يجرب يلا. خل بوبو. ليش صارخ؟ اعصابك يا الحبيب. قول اسف حق اخوك. هلا عبالي بعد. ما شاء الله. شاطر. انا يلا شاطر حلو جدا سريع. بابا اسمع لا انا نتفنا تشيتوس. شوفوا تشيتوس شو صار حلو. ايه باكل هذا قبل ما لا بس كليت الحين بالتشيتوس. تشيتوس اصب التشيتوس عليه. انا احس انه حلو لان تشيتوس يعني تشيتوس وايد احبه. يلا زين منو بيجرب اول واحد؟ انا. يلا عادل يلا جرب. احس انه الله تشيتوس. يلا انا مو لاق. انا ولا مره. انا ما هاكل. انا حار. حلو حلو. حار. بروح اجيب لي ماي شباب. مو حار. بروح اجيب لي زين. بروح اجيب لي ماي. حلو حلو حلو. حلو حلو صح؟ أول مرة ماما تسوي لنا شيء حلو. أول مرة بحياتها ولا بالتجارب؟ تجارب. تجارب إيه لأن هي كل مرة تطبخ حلو. بس هذا لذيذ. عجيب. بوبو راح ياب ماي. يلا. مو حار بوبو. تعال يلا جرب يلا. أنت ذوقك. ذقنا كليناه. يلا أنت ذوقك مو حار يقول لي. يلا جرب بوبو أنا بطلك الماء. يلا. يلا. خلصت. تبي شوكة بوبو؟ لا شوكة. ما يبي بيده. ما يبي بيده. شماس. يلا بعد. تبي بعد؟ أحس حلو. حلو عادل يقول حلو.
ها حلو؟ هي بالأرض. كم من 10 تعطي التجربة؟ 7 7 من 10؟ ايه؟ بوبو 5 ملايين 5 ملايين من 10؟ ايه؟ يلا اعطيها 7 من 10. يعني انا مثلا ما راح اقعد مثلا اطالع فيلم واسوي كذي واكل، لا يعني راح اكلها بس مو مالك خلق عندنا نحن نسوي لك. اي لازم انت تسوي. يعني الحين 7 7 7 وهذا 5 ملايين. 5 ملايين ما اكله. اي والله شو 5 ملايين؟ روح انا 5 ملايين هاي مالتي. اقطفها كذي بعد. حلو. ايوه ايوه حلو. مالتي حط مالتك وحط عليها هيبه. ما تدرون شنو؟ اهلي مع تشيتوس احلى. مع تشيتوس احلى؟ مع تشيتوس احلى؟ لا مع تشيتوس. اهم شيء ان هالتجربه نجحت الحمد لله. كذي وصلنا حق نهايه الفلوج، ان شاء الله عجبكم تجاربنا حق اكل التيك توك. اذا عجبكم صدق كتبوا لنا تحت او حطوا لنا روابط من التيك توك عشان نشوف الاكلات اللي تبون نجربها، عشان نجربها نقلدها لكم نصورها. اوكي عشان يعني اجربها اللي تبون نذوقه راح اذوقه وراح اجربه. اوكي سووا مثلنا بالبيت، سووا عيش وكاتشب. سووا عيش وكاتشب. ها القلم اخذوا اخذوا القلم. يلا اشوفكم على خير. قبل لا نشوفكم على خير، تعال يا كاميرا شويه، تعال قرب يا كاميرا شويه. بوبو عين واحده. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، نحبكم وايد. ويلا شنقول باي.